43 سنة تعيش مع أمها وولد أختها وتخدم في سنتر دابيل. كل شيء في حياة ريم كان عادي كيفها كيف البنات الكل، لكن برشا أحداث صاروا في حياتها خليوها اليوم تحب تتبدل وتتمنى تبدأ حياة جديدة. الحزن اللي تعيش فيه ريم عميق برشا، لكن حست المدة الأخرى اللي وجهها وبدنها ولاو يتسبوا لها في قلق كبير. متقلقة فيزيكمون من وجهي، وجهي قلقني برشا، وليت متعقدة من وجهي برشا برشا، مام حتى الحمام ما عادش نمشي الحمام. تقلقت كوا كنت هكا خاطر قبل كنت تعيش لباس ومعناها ومعناها قصح حد شيء، حسها تبدلت برشا قعدتش كما عادت. من كلمها أنا أقول له أخرجي أمشي على يعني أصحابك يحبك تخرجي معاهم أخرجي معاهم أمشي بدلي أمشي، أقول لها ما أمشيش خليني في الدار أمشيش. إن شاء الله ربي سهل ونتقبل معاكم وتبدل حياتي كل وجهي يتبدل، الروتين اللي كنت عايشة فيه يتبدل شوية، تبدل برشا حاجات كمان إن شاء الله ربي، والبرنامج إن شاء الله يقلب لها حياتها وتولي عادية كما قبل إن شاء الله يا بنتي. قبل 14 سنة التالي حياة ريم كانت كلها فرحة وضحك وخرجة، كانت ريم لاهية بروحها وفرحانة بصغرها. لكن في 2006 كل شيء تقلب في لحظة وتبدلت حياة ريم وخذت منحى آخر عمرها ما كانت تتخيله. فاجعه كبيرة خليت ريم اليوم ماهيش نفس ريم قبل 2006. الفاجعة هذه خليتها تتخلى على أحلامها ومشاريع حياتها وتقتصر دنيتها الكل على المسؤولية والذكريات. حياتي تقلبت لـ 8/4/2006، فقدت أعز ما عندي في الدنيا، فقدت أختي الله يرحمها وينعمها، عملنا أكسيدان نهار فرح خويا، ما نذكر حتى شيء، أنا جوسكا ما نذكر حتى شيء. العائلة كل خرجنا مشينا، بنتي المرحومة وبأورين ومن الله احنا وراها وقت اللي عندنا في الكياس هكا باش ندورو، درنا الدورة نخزر الكرهبة قدامنا كي تعمل هكا اللي فيها بنتي المرحوم اللي دارت ودخلت في الفوسي وعملت هكا ودخلت في السجرة. نسمع فيهم كي يستيحوا البنات لزوز ريم والمرحومة ولدها في حضنها. جيتنا عاد العبيد والحماية جيتنا. أنا أوسبيتاليزي 4 أشهر، في ال4 أشهر هذوكم أنا قعدت 45 جوخ أون كومان. بعد 4 أشهر قالوا لي أختك توفيت، أختي الوحيدة اللي كنت أنا وياها، ما أنت توأم روحي كوا. عام و4 أشهر ما نمشيش على ساقي، أنا راقدة على ظهري لندور لا على جنب منا لا على جنب منا. أول ما قمت قلت لها نحب نمشي لحبيبة أختي. من وقتها أنا حياتي تقلبت، كرهت كل شيء. ريم ولات تتغشش برشا وعلى أعصابها، ديما على أعصابها وما تحبش تحكي حتى مع حد، إذا بها ديما وحدها، وتبدلت بقتش كالعادة. فاميتي كل عرست، خويلي بنات عمتي بنات خالي ولاد خالي، حضرت لها صحابي كلهم عرسوا، انا لا، انا كرست حياتي الام منى ولدي، خلتولي عمره 4 سنين توا تبارك الله 18 عام الجاي في الباك. كيف امه ولا اكثر من امه، تحبه برشا واللي يجيها معناها يحب عليها ترفضه ما تحبش، ما تحبش تخليه، قولها يعني انا مربيت وانا امه، قولي لا خليش من الله. ربتني كي ولدها مش كي ولدها، ولدها انت صح.
حتى ملي صغير ملي كانت امي حايه زاده هي كيف كيف امي تمشي تخدم وخالتي ليه بيه في الدار. من 2006 وريم قاسمة حياتها بين الخدمة باش تعاون دارهم وبين ولد أختها المرحومة أمن الله اللي تكفلت به ريم وربيته ملي عمره 4 سنين. مسؤولية صحيح عاونتها فيها العائلة، لكن اختارت ريم أنها توقف على خاطرها حياتها الكل. الاختيار هذا الثمن متاعه غالي برشا، بالرغم اللي عمرها ما ندمت عليه. وقت اللي عملت الأكسيدان كنت أنكوبل معنتها وبش نعرس فكرة الراجل نحيتها جملة. أنا عندي ولدي بالدنيا وما فيها، أختي خلت لي أمانة، إن شاء الله نتم هالأمانة هذه وإن شاء الله ربي قدرني. وإفكتيفمان أمونة ولدي تبارك الله قاري كل عام ينجح. معزة خالتي معزة وحدها معنا ريم، ما نجم نقول عليها كان أمي الثانية معنا، ديجا أخذت بلاصتها من اللي حياة وحتى بعد ما توفيت حسيتها كأنها مضحية على خاطري ويقفة معايا، معناها تنجم تكون حتى وقفة حياتها على خاطري. نتمنى يكون ربي يطلع لي من ذرية سهل، حاشا الله ربي ينجحوا في الباك، كمل قرايته ورسالتي تولي وقتها كم كاملة معناتها بأتم معنى الكلمة. نحس هكا ساعات فات في قاكة شوية تحب تبني حياتها وتحب تفرح. أنا هذيك أمتي نحب حياتها تتبدل ونحبها تعرس كما ندادها ونحبها تفرح. هذيك أمتي أنا مدامني حي ونحبها لاباس خير من قبل. توا بوكوا با، علاش ليه ما نعاودش حياتي؟ علاش ليه؟ كان يجي معناتها ولد الحلال، علاش ليه؟ علاش ليه؟ ولدي كبر. أمان الله كبر ونجحت ريم في تحقيق حلم أختها اللي الموت حرمها من أنها تشوف صغيرها يكبر وحرم عائلتها الكل وولدها منها. لكن حتى ريم كبرت قبل وقتها بسبب المسؤولية وعلى خاطر ما تلهيتش بروحها بالكل. أعوام الحزن على أختها والتعب بداو يخليوا أثارهم على وجه ريم وبدنها. دكتور مولينا قبلت أنها تتكفل بالكانديدات متاعنا وتعاونها باش تبدأ مرحلة جديدة في حياتها تنجم تكون الانطلاقة الحياة كانت تتمنيها كلها سعادة وفرحة. صباح مدام ريم. صباح، عايشك لاباس انتي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بيك. وبيك عايشك، ميرسي. كالي فوتر بروبليم؟ برشا. نبدا لك بوجهي. داكور داكور. عندي لي ريد في وجهي كما قاعده تشوف فيهم، وهوني في عينيا عندي لي تاش نوار برشا بلايص، دي تاش نوار برشا في وجهي، لي بور دي لا تي زاده برشا. اون بلوس دو سا بيان سور الكرش كما العباد الكل، كسكسي مقرون، عجين، كل شيء. جي ميماجين بيان سور. وي داكور بيان سور. داكور انليفي فوتو لونيت سي فوبلي. داكور داكور افيك بليزير. ميرسي. داكور دونك il y a des cernes. وي سون كرو ديجا. Il y a les taches, oui, qui sont prononcées. Mmh. Et surtout, oui, oui, surtout au niveau des yeux, donc ça. Mais sinon, le sillon nasogénien aussi c'est prononcé et il y a un petit relâchement qui s'impose. Allez, on y va. On va essayer de faire le skin analyzer. D'accord. Fixer le menton. Très bien. Ça va? On va commencer. Vous verrez trois lumières. D'accord? Ne bouge pas et n'ouvre pas les yeux surtout. Hein? Donc, l'appareil va analyser la peau. Donc, on va voir s'il y a des rides, des cassures, des pores. D'accord? La texture de la peau et même les taches qui vont apparaître d'ici 10 ans et même les rides. Allez. Sortez-vous. Ça va? Ça va. Très bien. Donc, relaxez un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu? Donc, le résultat de votre analyse, ça sont tous les pores ouverts qu'il y a dans votre visage, d'accord? La machine ne met que MOV, donc on doit travailler, on a des soins airlift pour fermer les pores et on fera des peelings superficiels. Donc, on a aussi les rides qui sont bien marquées, on va travailler avec ça, d'accord? Oui, il y a les nasogéniens, il y a les, donc, les vallées de larmes, les cernes, même l'amertume, donc il y a un visage triste. Et on a aussi les taches éparpillées, qui sont les taches superficielles, d'accord? Et le relâchement de la peau, qu'elle commence à s'imposer avec l'âge, bien sûr, parce qu'à partir de 35 ans, on perd l'acide hyaluronique. Ah oui, ah oui. Donc, je voudrais voir votre tache profonde aussi. Regardez, ce n'est pas seulement les taches superficielles, donc le problème, c'est les taches profondes. Donc, comme ça, on fera des séances de IPL et la
la sensibilité de la peau, dont la peau est sensible. Donc, on travaillera tout sur ça. Donc, je vous prescrirai un skin white pour éclaircir les taches. Ça, vous le ferez au niveau du centre de l'ac. D'accord. Et parallèle, on va faire des séries d'IPL ou des airlift aussi pour éviter le relâchement de la peau. D'accord. Le silhouette scan, vous devez le faire. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Marhaba bik, madame Marim. Ça fait grand plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Allez. من كابينيه دكتور مولينا باش نمشيو ديريكتومون مع ريم الماي هيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب لاك وين اكيب كبيره مختصه في لي سوان ديستيتيك ودماسيسمون تستنى فيها ماي هيلث اند بيوتي سنتر هو ان ريزو اونيك تاع دي سنتر نلقاوهم في العاصمه وبرشا ولايات اخرين ماي هيلث اند بيوتي سنتر لاك تفضل ميرسي عايشك ميرسي Le silhouette scan, هو étape plasma, باش يعاون لو بروفيسيونيل يحضر ان بروتوكول دامانسيسمون ادابتي الريم. هو مجموعه من القياسات باش نحدوا بهم البيلون مورفولوجيك اللي على اساسه تعرف الدكتوره شنو الريجيم اللازم للكانديدات نتاعنا، شنو هي لاكتيفيتي سبورتيف اللي لازم تتبعها وشنو ما لي زاباراي اللي يعاونوها باش توصل للوبجيكتيف نتاعها. Madame Rim, on vient de recevoir votre silhouette scan. Charlotte, comment ça va? Ça va, juste qu'il y a deux problèmes. Donc, le premier problème, c'est la graisse viscérale. Viscérale, d'accord. C'est-à-dire graisse intérieure. Bravo, autour des organes, d'accord? C'est dangereux pour la santé, c'est un risque cardiovasculaire, d'accord? Surtout pour la hypertension, cholestérol, triglycérides, donc attention. On est à 10%, on doit être moins de 9%, préconisé par l'Association de cardiologie. Et qu'est-ce que je dois faire? Donc, on va faire un suivi diététique parce que aussi on est en obésité. Donc, on va diminuer minimum 10 kilos. Pour ça, on a beaucoup d'appareillages ici dans notre centre, My Health and Beauty, centre de Lac. D'accord. Vous aurez un coach spécialisé et spécialement pour vous individuel. Vous êtes prête à commencer? Prête. Très bien. Prête. باش نمشيو توا My Health and Beauty Center Body Lab سكرة. L'étalon fixe, nafes. En parallèle مع الريجيم اللي حضرته دكتورة مولينا حسب ما تحب ريم باش تبدا الكانديدات نتاعنا سبور مع كوتش بيرسوناليزي وبريفي ينسق مع الدكتورة باش نقص ريم من الكريس في سيغال اللي تمثل خطر على الصحة وتنقص زادة من الميزان مع المحافظة على الماس مسكولير نتاعها وفي ريزو لي سنتر ماي هيلث اند بيوتي بودي لاب اللي تبعهم سنتر لاك نلقاو دي كوتش بروفيسيونيل يعاونوا نساء ورجال اللي يحبوا ينقصوا في الميزان بطريقه افيكاس durable.
طبيبتها دكتور مولينا باش ترتاح اليوم ريم من لي غيد ولي كرو اللي كانوا يظهروها اكبر من عمرها ويخليو وجهها يظهر حزين بالليزانجيكسيون وبالاسيد هيالورونيك لو برودوي 100% ناتوريل باش تصلح دكتور مولينا لي غيد ولي سيون نازوجينيا والفالي دي لارم ولي سيرن وغيرهم من اثر العوام والتعب اللي ترسموا على وجه ريم.